اذا مطلوب منك هلا مطلوب منكم select a suitable mechatronic system. ايش يعني suitable؟ suitable بده يكون في على الاقل على الاقل لازم يكون في يعني كلمة suitable contains لازم يكون في controller لازم يكون في actuators. ايش كلمة actuator يعني؟ منفذات محرك linear actuator ولازم يكون في sensors. اوكي هذا مهم جدا لازم يكون يحتوي لازم يكون على مستوى من التعقيد ما يكون too simple ولا too complicated. اذا not too simple يعني مثلا too simple زي ايش؟ تقول لي مروحه هذا too simple. a fan مثلا is too simple. اوكي okay. ونوت تو complicated كمان يعني مثلا تقول لي اول ريفاينر على suitable systems زي ايش؟ سيارة ماشي اوكي خلينا نقول مثلا electric vehicle مثلا هلا هون هي examples on suitable systems electric vehicle هون no. yeah. Drone ماشي أو quadcopter drone ماشي drone مثلا manufacturing line production line ممكن production line في عندك الدرون اللي هي electrical wheelchair بصير electric wheelchair تمام بس تتأكد إنه في sensors تتذكروا الموبيليتي سكوتر اللي حكينا عنها موبيليتي سكوتر مثلا فيندينج ماشين فيندينج ماشين ممتاز موبيليتي سكوتر فيندينج ماشين ووتر ليفل كنترول سيستم يعني يمكن هذا شوي تو سمبل واشنج ماشين ديش ووشر غسالة اي واشنج ماشين مثلا اذا بتتذكروا كان في عندنا التانل بيكينج اوفن بيكينج روبوتيك ار موبايل روبوت اوكي ايش كمان في امثله؟ في مشروع اشتغلنا عليه في وسط الماضي سميناه سبايدر كار سبايدر كار؟ ايش هذا؟ يعني عباره عن سياره بتمشي على الحياه تمام اذا يعني وول كلايمينج مثلا وول كلايمينج هيك وول كلايمينج هيك بصير جاي حكينا فندنج ماشين نعم فلور سويبر ماشي او فاكيوم كلينر مثلا انتليجنت فاكيوم كلينر عشان ما تكونش شيء بالضبط فاكيوم كلينر ما في اسم بسيطه تمام انتليجنت فاكيوم كلينر حلو هاي بعض الامثله على بعض البروجكتس